اهلا اهلا. ازيك يا فندم؟ اتفضلوا. اهلا اهلا اهلا. حلو قوي. ازيك يا اشرف؟ الله يخليك. اخبارك ايه؟ كله 100 100. وعملت البرزنتيشن كويس؟ عملت البرزنتيشن يا معلم. دليله. ايه الاخبار؟ كله تمام، منورين. ربنا يخليك يا رب. لسه بحكي لجماعه جيراننا دلوقتي على حكايه الاحتكاك ما بين التعليم الارضي والتعليم الفضائي. يعني احنا كنا تعليم فرق اجيال، فرق كبير. كنا تعليم حكومي وكانت الناس كلها تعليم حكومي، بنخش مدارس حكومي وبندرس نبتدي ندرس انجليزي من اول اولى اعدادي لغايه ثانوي، نخش في الجامعه شويه بس مصطلحات نحفظها. انا كنت تجاره، فكان شويه مصطلحات بنحفظها وخلاص. ممكن مثلا اما الواحد بيسافر بره فبيحتاج ان هو بيحتك، فطول الوقت بيستخدم اللغه، فبتبقى فيه ممارسه. لكن عدم الممارسه طبعا بيبعدك تماما. بيننا وبين ولادنا بقى فرق مرعب، بيننا وبين اهالينا كان فرق بسيط، لكن بيننا وبين ولادنا ده فرق كبير جدا طبعا. انتوا ايه رايكم في الليله دي؟ بص، انا اهلي يعني حرام الناس دي تعبت جدا وفاهم، حطت يعني دم قلبها علشان تعلمني انا واختي تعليم مصروف عليه، وكان يعني فاهم، ومدارس انجليزي من اول ما دخلنا الحضانه. اختي كملت في الاتجاه اللي هم يحبوه. انا ابتديت اعرف ان في انجليزي ده مثلا في تانية ثانوي، كان كنت مضطر بقى، وكنا ابتدينا انجليزي وعلوم وحساب وكل في تانية ثانوي. خالد في تانية ثانوي دي كان الافاقه. ابتديت اكتشف ان انا بترفض اكتر ما بحضر، وان انا بجد، وانه انا مش قادر اطول رقبه الحياه. اهلي ماشي بملاحق طول السنين، بترفض طول الوقت. بتترفض طول الوقت. اول مره تفتكرها اترفدت فيها؟ 8 سنين. 8 سنين؟ ثمان سنين. رفضوك عشان ما عملش الفسحه ولا ايه؟ لا اترفدت. اترفدت لسبب صغير جدا. مدرسة الفرنساوي قفشتني وانا في حصة الانجليزي بكتب حاجة وهي لسه بتشرح. فقالت لي بتعمل ايه؟ فقلت لها انا بحل حاجة تاريخ مثلا، اي مادة بره الموضوع خالص. فقالت لي طب اشوف الورق، فمسكت الورق فلقيتني بكتب قصة بتدور في ملهى ليلي. ملهى ليلي؟ في ملهى ليلي. 8 سنين يا خالد. ما بتسالنيش عشان ده الموضوع ده يعني اهلي وقفوا قدامه كتير، اللي هو ده جاب ده منين وده ازاي وكده. فابطال القصه دي انا والمدرسه وزميله ليا، فاترفدت على اساس ان انا قليل الادب. ابطال القصه اللي انت كاتبها في الملهى الليلي. في الملهى الليلي المدرسه وزميله وانت. انا بنقذهم عشان هم بيرقصوا في المكان ده، الاشرار مخلينهم يرقصوا غصب عنهم. والله كان في وقتها فيلم كباريه بتاع ليزا مينيلي ونازل، وكانت اعلاناته انا فاكر كنا قاعدين في اسكندريه. يعني انا جيت القاهره مع اهلي بعد الابتدائي. كانت اعلاناته مغرقه الدنيا، وكباريه كباريه، فدي كلمه كويسه بقى يعني. ما هو كباريه الحكومه كاتباها يعني. انا مالي. وامي راحت للمدرسه تقول لها للنظره، قالت لها بتترفديه علشان عمل؟ قالت لها بيقول كباريه. قالت لها طب يعني انت فاكره ان هو جابها من عندنا في البيت؟ ما هو الاعلانات في كل حته. وبعدين يعني ده الراجل ما عملش، ده راح انقذ المدرسه من الكباريه ده يعني. يعني دي غلطتي انا، غلطان ان انا انقذتهم. خلي يعني كان يسيبها خليها تقول على الكباريه. خالد انت بالنسبه لك انت كنت تعليم حكومي ولا تعليم اجنبي؟ لا تعليم حكومي. واكتر حاجه يعني ادهشتني هي احلام ابويا ليا انا واخواتي في التعليم. كلنا طبعا خذلناه. يعني هو الراجل طول الوقت بيقول لك ايه الدكتور لما يكتب لنا كده حاجات، لما يجي مسافر حته وبتاع، فيروح سايب لنا على شريط كاسيت مسجل لنا الوصايا العشر وبتاع. بعدين انت عارف انا املي فيك يا دكتور خالد، احنا لسه مفيش بيزرع الحته بقى. وانا املي فيك يا باشمهندس وليد، وانا املي فيك يا دكتوره كيميائيه ايمان. بص مركز هو مركز جدا جدا. والطيار عايز اقول لك ولا واحد
ولا واحد عمل. خالص يعني يا خالد، ولا واحد ظبطت مع اي واحد فيهم. انما انا فاكر كويس قوي انه كانت اصعب حاجه بالنسبه لي معاه، انت عارف تيجي في اولى ثانوي يقول لك ايه، هتخش ادبي ولا علمي، وبعدين تيجي في ثانيه ثانوي علوم ولا رياضه، حاجه صعبه جدا. فانا بحب التاريخ بحب القرايه والبتاع، فانا لوحدي تصورت ان انا عندي حريه وان احنا في بلد فيها حريه وبتاع، في بيت فيه حريه يعني، فكتبت ادبي. فرحت له البيت قلت له بابا لو سمحت امضيلي بقى بتاع دي. فبص ده انت الدكتور، انا بقى وانا في اولى ثانوي انا بالنسبه له الدكتور ده اول حته يعني هتبوظ حلمه فيها. انا ادبي اهو الدكتور راح على حته وخد بالك انا مش واخد بالي يعني نسيت اصلا اللي هو قاعد يقوله ده. فقلت له قال لا بقى ايه، نادى على والدتي قال لها الحقي تعالي شوف ابني بتاع البنات. عايز يخش التاريخ والبنات. عايز يخش ادبي، يقف في الشباك يعاكس البنات اللي رايحه واللي جايه، ما هم بتوع ادبي دول يا حو يا ادب. فانا عارف من الخضه قلت له طب حضرتك عايز ايه؟ قال لي علمي. قلت له علم علوم. قلت له علوم دي السنه الجايه؟ قال لي ايوه. دخلت علم علوم يا باشا والحمد لله جبت 57%. فكان اجباري انك ما تبقاش دكتور. لا اجباري ايه، ده اجباري ما ده انا رحت المعهد العالي للتعاون الزراعي بقيت حاجه تانية خالص. المعهد العالي للتعاون الزراعي. وبعدين هو حلم بقى قال كويس يا ابني، يبقى هنا انت لما تخلص تاخد ماجستير ودكتوراه وتبقى الدكتور خالد. لاخر لحظه دكتور، لاخر لحظه بيقاوم. بعد سنتين بقى انا بسقط في المعهد ده. بتمثل ليه بقى؟ لا ما بمثلش، بروح اشتغل. انا كنت بحب قوي اثناء اشتغل ويتر يعني جرسون يعني سيرفيس. ف ما بروحش خالص المعهد ده. فكان يحصل ايه، ان انا اقول هروح على الامتحان. فمره بقى عرفت ان انا مش ممكن يعني هفشل. رحت رايح قلت يا جماعه الامتحانات ايه؟ قالوا لي الامتحانات فاضل مادتين واحنا امتحنا ثلاثه. فانت دلوقتي فاضل لك. قلت لا الموضوع بايظ بقى. فبدات امثل وخدت له وخدت اوراقي ورحت مقدم في اكاديميه الفنون، قبلت رحت له بقى بال وبكالوريوس في النهايه برضه يعني. لا بس هو اللي حصل ان هو صرخ وامي زغرته يعني. يعني هو قال هتبقى ممثل وهي قالت هيبقى ممثل. ايوه بالظبط كده. فرق الاداء. انا افتكر طبعا الواحد دايما بيبقى علاقته بابوه يعني، احنا يمكن علاقتنا باولادنا برضه ايه فيها شويه دلع، فيها شويه مش عارف ايه. كانت علاقتنا بابائنا طول الوقت فيها ده، بمناسبة ان خالد كان بيتكلم على والده يعني، فيها شدة والواحد يترعب من ابوه. اشوف بس جاي من اول الشارع انا واي حد من صحابنا بنلعب في الشارع، فتلاقينا كلنا ايه عارف كله بيجري كده يعني، كل واحد يشوف ابوه بيجري على طول. وافتكر طبعا اول او افتكر الم مميز خدته منه. تفتكر انت كان علاقتك بوالدك كان فيها مرة ضربك مرة الم مرة حاجة؟ ابويا العلاقه بيننا علاقه صداقه، هو عمل فورم كده للعلاقه بيني احنا اتنين بس انا واختي الاصغر. عرف هو وامي يعملوا علاقه صداقه. خدمهم طبعا انه كان سنهم صغير، اتجوزوا هم صغيرين. الفرق اللي بيننا كان كبير. لا الفرق كان صغير، كان بيني وبين ابويا صغير. طبعا يعني خلفني مثلا عنده 26 سنه اوكي. وهو متفتح جدا العقلية، فلا انا ما كنتش بيحصل لي ان انا اتكلبش منه يعني عارف. انما لو عامل غلطه كان له طريقه في معالجه الاخطاء لطيفه جدا، ان هو يزرع لك الاحساس انت بالذنب
لوحدك. يعني ايه لو امي قالت له خالد عمل كذا وبيكذب وبيقول ما عملش، فهو تلقائيا يقول لا 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 يكذب خالد ما بيكذبش ابدا، فيحسسك بالذنب. فانت بينك وبين نفسك تبقى مستحقر نفسك قوي ان انت بتكذب والراجل ده مدي لك كل اللي. فمره ورا مره تبدا ايه لو قلت انك عملت كذا واعترفت. لكن يعني ما فيش مره مثلا لقى بنت لقى حاجه لقى مش لا عارف. في مره وده كان الم مهم قوي يعني صفعه مهمه قوي بصراحه في حياتي يعني لانه احيانا انت لما تتجاوز الحدود ما يعني هيوقفك ازاي. فعملت كل الحاجات الغلط في ليله واحده في كل حاجه غلط وانا يوم في سن واحد. في ليله واحده ساعتين مثلا 14 سنه سرقت العربيه واجتمعت انا واصحابي كان عندنا مشتل كبير وقدامه حته فاضيه ما تفهمش ايه اللي حصل فجاه بقى كل مجموعه الشباب دي قلع القمصان ومولعه نار وبنرمي طوب على 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 عربيه طلعت عربيه شرطه يعني مش هكذب عليك كانت جايه تلمنا. فالموضوع كبر جدا وبقيت فاهم فجاه لص ومخرب وضد الحكومه ومطارد من العداله يعني كده. ف كان لازم يفوقني متذكر الصفحه دي ومتذكرها جدا وقال لي يا لص بالظبط بطلت اسرق عربيات بقى بعد طبعًا كده طبعًا. اشتغلت على الشقق كده ده هو المهم طبعا الواحد يعني يمكن اكتر حاجه لو حد ضربني بالقلم اكيد دي بتبقى حاجه فيها اهانه. الوحيد اللي ما بيبقاش فيها اهانه الواحد علاقته بابوه، وخاصه لو هو اكيد او اكيد ان احنا بنبقى عاملين حاجه غلط يعني اللي هي بتيجي زي انت بتقول كده هو جات لك الصفعه في وقتها في وقت اللي هي فوقتك فيعني بتقول له شكرا يعني مش بتزعل ان هو عمل كده. الممارسات كمان نفسها اللي كنا بنعملها ولا داعي لذكرها دلوقتي الممارسات دي لو ما كانش عليها ألم كان ممكن تتفاقم الحكايه تتفاقم قوي خالد فاكر انت الألم المميز؟ لا انا مش هقدر افتكر من كتر الصفعات ده انت سرقت عربيات كتير الصفعات في حياتي بصراحه اشرف لازم اكون انا شخصيا ما بضربش ولادي يعني خالص خالص بس انا كميه الصفعات مش عارف هقول له شكرا على ايه ولا ايه ولا ايه انا بس بفتكر ايه ابويا الله يرحمه كان مانعنا نلعب كره في الشارع خالص انتوا الدكتور خالد النووي انتوا مفيش حاجه اسمها كده انتوا ناس نضاف متعلمين العلم ده شيء مهم بتاع احنا بنحب نلعب كوره جدا